اللائحة في أحد البنود نصت على أنه الرئيس، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يترشح لأكثر من دورتين، يعني في بند الثمان سنوات، له 4 سنين وأربع سنين. البعض شايف أنه ده فيه إجحاف ومصادرة لحق الجامعة العمومية، يعني من حق حضرتك أو من حقي أو من حق أي شخص عضو في جامعة عمومية أنه دايما يطرح نفسه على الجامعة العمومية من خلال الترشح، والجامعة لها الحق تقرر تنتخبه أو لا تنتخبه، لكن دون أن أمنعك من فكرة الترشح. البند ده هل جالكم مقترحات بشأنه؟ هل في تفكير في الاستجابة للمقترحات اللي رفضها؟ صحيح، أنا معايا نبذة من المقترحات. يعني عايز أقول لحضرتك في مئات المقترحات موجودة عندنا حاليا ومقسمينها كلجان شغالين عليها. يعني هقول لحضرتك بعض المقترحات زي ما تفضل حضرتك، في بند الرئيس وفي البعض بيعتبر ان ده اجحاف كمان بحق الجمعيه العموميه، وبرده فكره تعيين اعضاء ونخرج بره دائره الثمان سنين، لان في النهايه خلي الجمعيه العموميه تقتل. هي لها مطلق الحريه الانتخابيه ان هو ينتخب من يشاء، مع انه في تقديري الخاص يعني بقى هنا كاعلامي انه ربما ده يكون بيعبر تعبير له دلاله خاصه، إنه المسؤولين في النادي الأهلي لا يعملوا كعادتهم وكعهد النادي الأهلي طوال هذه السنوات لمصلحة، مفيش حد بيفكر يقعد مرتبط بالكرسي، يعني ده حتى رئيس النادي عايز يحط بند في أو اللجنة، يعني إن هي تقصر الترشح لدورتين فقط، يأتي من يأتي. هو في النهاية كلنا بنشرف بخدمة النادي الأهلي، أي حد فينا بيخدم النادي الأهلي له الشرف بخدمة النادي الأهلي. صحيح. فده كلنا اللي احنا مجمعين عليه يعني. يعني وهو تكليف مكلفنا بيه من اعضاء الجمعيه العموميه. يعني انا بقول في حسن نيه وفي امر ده شيء محمود الحقيقه من مجلس الاداره انه يعني هذكر حاجه، بعض المقترحات زي مقترح اللي هو اعاده النظر في ماده الدورتين للرئيس، في ودي برضو تعالجت في البنود اللي تم معالجتها مؤخرا، فاكر لو تذكر في ماده جابت لغط شويه اللي هي معاقبه العضو لو في جزاءات على لو عضو مخالف لاي حاجه، مواجبته خارج اللي هي اتقال خارج حدود النادي، داخل او خارج داخل او خارج حدود النادي، فالناس قالت خارج ايه علاقه النادي؟ هو طبعا يعني اعاد صياغتها يعني ولسه بيعاد صياغتها تاني اللي هي مش حكايه خارج النادي، بس عايز اوضح نقطه اللي كان مقصود بيها ايه، هو غير اللي فهم مطلقا يعني. الماده اتعدلت وبيعاد الصياغه كمان بعد موافقه مجلس الاداره، بس ما كانش هو ده البعد، لا بعد ان لو حد كتب على السوشيال ميديا او خلافه او الكلام ده خالص. هو كان البعد اللي موجود ساعتها اللي هو لو انا كعضو في النادي لو حصل اي حاجات جرائم مخله وكان في حكم قضائي، فبالتالي دي اللي هي تعتبر خارج النادي لكن بتؤثر على عضويتي في النادي، زي ما نفس اللائحه اللي هي الاسترشاديه اللي بتطبق حاليا اللي هي من ضمن قبولك للعضويه كعضو النادي، اما يكون حكم عليك في قضيه يكون متمتع بحسن زي. ده بقى اللي كان مقصود، لكن لا مقصود معاقبه اعضاء محترمين ولا غيره على اللي احنا عمالين نقول على امور بيرتكبوها خارج اسوار النادي يعني. اطلاقا يعني خالص، ومع ذلك الماده تم تعديلها وبيعادي الصياغه. هقول حاجه برضه، جاب مقترح بخصوص موضوع تعيين العضوين يا استاذ طارق، اعتقد في مقترح بخصوص هذا الامر برضه، البعض بشايف انه ربما يكون في مصادره لحق الجمعيه العموميه، يعني في اتجاهات ليها ولسه البعض بيطالب مثلا انه ان اجازت الجمعيه العموميه او وافقت على هذا المقترح، فكره انه يتم تعيين عضوين في مجلس الاداره لازم يكون له شروط، اقلها الا يكون قد قدم نفسه الجمعيه العموميه مثلا وما حققش نجاح في بعض بدي تقال ان ممكن دي تكون مخالفه مثلا للحته المتعلقه بالميثاق الاولمبي، وده طبعا هو المحور الرئيسي في وضع اللائحه، او خلافه في راي اخر ان الجمعيه العموميه نفسها اما هيطرح عليها المنتج ده هو ده رجوع ليها مش امر اداري من اداره النادي، لان في النهايه هيستفتى عليه او هينظر فيه من خلال مين صاحب الحق الاصيل اللي هيطلب بدلو في الجماعه في التصويت على اللائحه، هي الجماعه العموميه. ما هو ومع ذلك الجماعه العموميه يا استاذ طارق ما عندهاش خيار، هي على تقبل فكرة، هي هتقبل اللائحه كلها هي هترفضها كلها. لا انا عايز اوضح حاجه بس اللي هي النقطه الجزئيه بالحته دي، ان في النهايه ده مش لا منتج نهائي حتى في دي البنود دي جاري حاليا نظر فيها قانونيا ورغبات الاعضاء بما يتوافق مع القانون ولسه هيتم صياغتها، فمش يعني احنا بنتكلم على الجدل الحاصل وبعض المقترحات اللي موجوده. في مقترح تاني حضرتك كان موجود بتشكيل المكتب التنفيذي، ده يمكن حوالي 50 مقترح بيتبص عليه يعني الناس. عايز اقول لحضرتك حاجه، شوف الطموح وامال اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي حاجه تفرح،
في لا من لا. ضمن المقترحات في بعض الاعضاء مقدمين يعني لغايه دلوقتي برضه لا ما اقدرش اقر لحضرتك ان ده الاقتراح ده يصلح او في كل ابعاده القانونيه والتشريعيه وخلافه ما اقدرش اقر بيها. انما انه يفرح ان من ضمن المقترحات انشاء جامعه باسم النادي الاهلي. يعني شوف الطموح واصل حاجه تفرح يعني. في نقطه برضو دي عليها جدل من بعض الاعضاء اللي هي حق عضو الشيخ زايد المشاركه في الجمعيه العموميه. كنت لسه اسال حضرتك مين اللي له حق حضور الجمعيه العموميه؟ والشيخ زايد هو الفرع الوحيد للنادي الاهلي لانه مدينه نصر من فتره طويله بيعامل معامله المقر. على اعتبار ان اللي بيشترك في مدينه نصر بيكون مشترك في النادي الاهلي بشكل عام في الجزيره، لكن لما الشيخ زايد اتعمل هو اتعمل كفرع، عضو الفرع ما بيدفعش كل المبالغ المقرره عليه ليحق له حضور الجمعيه العموميه طبقا للقانون. فهل منهم حد القانون بيعطيه الحق او اللائحه الاسترشاديه في حضور الجمعيه العموميه والتصويت يا استاذ طارق؟ طيب الاول بس عشان تناول